وما زالت متابعتنا مستمرة لزيارة رئيس الأدارية إلهام علييف إلى مصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، كيف تقرأ هذه الزيارة للرئيس الأدارية لمصر وتأثيرها على مستقبل التعاون المشترك؟ يعني هي زيارة طبعا بيكون هدفها دايما فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة وإن بين مصر وأذربيجان العديد من الاتفاقيات، ممكن تنشيط هذه الاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، في مجال الاستثمارات، مذكرات تفاهم في مجال السياحة، في مجال الطيران، في مجال التأخي بين بعض المدن في أذربيجان وبين مدن في مصر، أيضا بالنسبة للقضايا المطروحة في المنطقة. فأذربيجان أيضا يعني من الدول التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود 1967، وبالتالي من الدول التي تطالب بوقف القتال وضرورة فتح المجال لتقديم المساعدات، وهذا يتفق مع موقف مصر. أيضا بالنسبة ل أذربيجان لها يعني موقف صراع على ناغورنو كاراباخ مع أرمينيا، فبالتالي هي تدرك مدى يعني صعوبة أن يكون هناك في صراع مسلح والسكان المدنيين يضطروا إلى النزوح أو إلى الهجرة وما يعنيه ذلك من مشكلات، خاصة بالنسبة لقطاع غزة وهو محاصر من كل النواحي. التشاور أيضا هي لها علاقة بمنطقة آسيا الوسطى، فهي من دول آسيا الوسطى اللي لها علاقات ثقافية مع مصر باعتبار أنها دولة الأغلبية فيها العظمى أغلبية إسلامية، فبالتالي هناك مجال للتعاون الثقافي بين البلدين. من المهم أيضا التنسيق في مجال المنظمات الدولية، منظمة التعاون الإسلامي وأيضا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات اللي تشارك فيها مصر مع أذربيجان. نعم. طيب سيادة السفير، إلى أي مدى ترى أن العلاقات بين مصر وأذربيجان اتخذت منحنى جديد خلال الآونة الأخيرة عقب زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في 27 يناير 2023؟ يعني هو في الحقيقة دي تبادل الزيارات على المستوى الرئاسي بيكون فرصة لأن جميع الوزارات وأجهزة الدولة بتبدأ في حمل تنشيط العلاقات. يعني هو في مجال للاستثمار المتبادل، لو أن أذربيجان لديها فرصة في تستثمر في داخل مصر في المشروعات المطروحة، أيضا بحث سبل التبادل التجاري. المشكلة أن أذربيجان دولة يعني مغلقة ليس لها شواطئ، وبالتالي التجارة معها لابد أن تمر بدولة ثالثة، يا إما أنها تمر عبر إيران إلى منطقة الخليج العربي، أو أنها تمر عبر الأراضي التركية وأرمينيا إلى البحر الأسود ثم إلى البحر المتوسط. فبالتالي أو إذا كان في تجارة بالنسبة لمواد معينة بتكون يعني من السهل تبادل تجاري عن طريق النقل الجوي، ده بيكون مكلف شوية لكن بتكون في بضائع معينة، فهنا يتوقف على مدى يعني التبادل التجاري بين رجال الأعمال والقطاع الخاص وأيضا قطاع الأعمال التابع للدولة. نعم. طيب فيما يتعلق بالمجالات الأخرى للتعاون، يعني على مدار السنوات الماضية بالقاهرة وباكو بلوار علاقات اقتصادية متميزة، وكما ذكرنا خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباكو، خاصة وأنها شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون. كيف يمكن البناء على هذا الزخم ليشمل مجالات عدة مختلفة؟ يعني هو الحقيقة المطلوب هو تنشيط هذه المذكرات، لأن يعني أنا حسب ما أتذكر أن في أكثر من حوالي 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم في بتغطي كافة المجالات. المهم هو تنشيط هذه الاتفاقيات ولا تظل ساكنة أو راكدة عن طريق التبادل. مثلا السياحة، احنا لدينا مجال كبير للسياحة، سواء السياحة الدينية أو السياحة الشاطئية أو السياحة الثقافية، فممكن جدا تنشيط هذا المجال، وهناك مذكرة تفاهم بتتناول هذا. أيضا هل يمكن عمل خط طيران
متبادل بين مصر، في مذكرة أيضا للنقل الجوي بين مصر وأذربيجان، دي وغيرها من المذكرات، مذكرة لحماية الاستثمارات. فهنا إذا جاءت استثمارات ما هي المجالات التي يمكن الاستثمار فيها. أيضا بالنسبة لتبادل الخبرات في بعض المجالات، إذا كانت أذربيجان لديها مجالات متقدمة سواء في مجالات النقل أو الطاقة، تتبادل هذا مع مصر. أيضا لديها مجالات أيضا متقدمة في مجالات المواني ومجالات النقل البحري وغيرها. نعم سيادة السفير، يعني مصر تبذل جهودا كبيرة لحشد الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية، توافق الرأي فيما بين مصر وأذربيجان إلى أي مدى ترى يأتي في إطار هذه الجهود؟ يعني بالتأكيد أن ما قامت وتقوم به إسرائيل يعني يلقى استنكار جميع دول العالم. هناك الآن يعني قرار من الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء بالنسبة لقتل الأطفال أثناء الحرب، على أساس عدد الأطفال الفلسطينيين اللي تم قتلهم وبعضهم تم قتلهم عمدا في مدارس أو في مستشفيات أو في مخيمات. فبالتالي هنا أذربيجان إلى جانب ما أشرت إليه أن هي بتؤيد حق فلسطين في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الآن ترى أن ما تقوم به إسرائيل أن ده دولة احتلال معتدية بتحرم الشعب الفلسطيني من حقه، وبتحرم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حقه في الحياة، وبتحول قطاع غزة إلى مكان لا يستطيع البشر أن يعيشوا فيه، وشفنا كمية الدمار يوميا على شاشات التلفزيون. فهذا طبعا في توافق تام مع مصر في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ضرورة رفع الحصار لإنفاذ المساعدات، منع التهجير القسري، أيضا فتح المجال لحل القضية الفلسطينية حتى يتم الاستقرار، لأن بدون حل القضية الفلسطينية سيستمر هذا الصراع. نعم طيب سيادة السفير، هناك أيضا مجال مطروح للتباحث فيما بين الجانبين المصري والأذري، وهو مجال التغيرات المناخية في ضوء استضافة مصر السابقة لكوب 27 واستضافة أذربيجان القادمة لكوب 29، خاصة وأن هناك يعني توجه لحشد التمويل مع تضرر الدول النامية جراء التغيرات المناخية، لأي مدى أيضا هذا الملف يأتي من ضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش؟ يعني بالتأكيد أن أذربيجان هيتم التشاور على نطاق واسع مع مصر، أنها استضافت كان من أنجح المؤتمرات اللي هو كاب 27 اللي تم استضافته في شرم الشيخ، وإذا كان الاستعانة ببعض الخبرات سواء في التنظيم أو في الترجمة لمساعدة مع الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة بتتولى التنظيم، ولكن مصر لديها كوادر كبيرة من التنظيم في هذا المجال. هذا إلى جانب جهود مصر مع الدول الأخرى لكيفية التعويض عن الخسائر والأضرار التي تصيب الدول النامية جراء التغيرات المناخية. وإحنا بنشاهد الآن في مصر لم يسبق أن كان في موجات حر بهذا الشكل، أيضا في دول أخرى، فده بيأثر على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى كميات المياه التي تتبخر إلى آخر كل هذه المشكلات. أيضا بالنسبة لاختلاف الفصول بتخلي في اختلاف الفصول، وده بيؤدي إلى تغيرات كبيرة جدا بتأثر على حياة الإنسان. فبالنسبة لتنظيم المؤتمر، الاستفادة مما تم واللي استكمل في الإمارات بعد ذلك، وإن إيه الخبرات اللي ممكن تتقدم، وإيه اللي تم الصندوق الذي أنشئ للتعويض عن الخسائر والأضرار، عن الأضرار اللي تصيب الدول النامية، لأن الدول النامية هي المظلومة في هذه العملية، لأن الدول المتقدمة هي أكبر مصدر للتلوث. يعني نجد إن لو جمعنا الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وعدد من الدول، نجد إن التلوث من هذه الدول بيصل إلى أكثر من 70% من نسبة التلوث في العالم، وبيصيب أفريقيا ودول النامية بكل الأضرار اللي أشرت إليها في التغيرات المناخية. بتأدي في بعض المناطق في أفريقيا زي مثلا بحيرة تشاد اللي بتغذي حوالي 6 دول، البحيرة دي تناقصت مياهها في العقدين الأخرين بنسبة 40%. فهنا دي تغيرات مناخية فعلا بتأثر، ولذلك صندوق الخسائر والأضرار يجب أن تموله الدول المتقدمة اللي هي متسببة في
التغيرات المناخيه. طيب هل ترى سيادة السفير أن هذا الملف شديد الأهمية، ملف التغيرات المناخية، هل تراجعت الأهمية في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسيطرتها على يعني جدول مباحثات الرؤساء بشكل عام؟ يعني هو بيبقى لها مساحة كبيرة باعتبار أن دي بيبقى أثرها مباشرة وواضحة للعين، اللي هي الخسائر المادية والبشرية وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة والتهديد بتوسيع دائرة الصراع بين أطراف أخرى تنضم للصراع، وإحنا بنشوف كل مدى بيزيد التوتر والاشتباك ما بين جنوب لبنان وبين إسرائيل، وإن أيضا بالنسبة للحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق وغيرها، فبالتالي ده السبب الظاهر. ولكن هذه الحروب أيضا لها تأثير على المناخ، يعني كمية القنابل التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة بلا شك أنها أثرت أولا على التربة الزراعية، أثرت على المناخ، أثرت على حياة الناس في هذه المنطقة، فده أيضا تلوث للبيئة، لأن هذه المواد فيها مواد ملوثة للتربة ومواد ملوثة للحياة، وأصابت الأطفال بأضرار بالغة. منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هناك أمراض خطيرة ظهرت بتهدد الأطفال في قطاع غزة. فهنا يعني لها جانبين، الجانب اللي هو خاص بالصراع، والجانب الآخر اللي هو خاص بالتغيرات المناخية نتيجة استخدام هذه الأنواع من الأسلحة بكثافة غير مسبوقة. نعم سيادة السفير، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فيما بين مصر وأذربيجان، هناك توجه واضح في السياسة الخارجية المصرية لدعم العلاقات مع دول لم تكن يعني على جدول الاهتمام من قبل، هل ترى أن دعم التعاون السياسي والاقتصادي يمكن أن يتم بدون توجيه الدعم اللازم للعلاقات الثقافية؟ يعني هو المطلوب، يعني وانا دايما من هذا الراي، ان يكون في تنوع في علاقتنا الاقتصاديه مع الدول الصغيره والمتوسطه، لان بيكون قائم على اساس المصالح المشتركه فقط دون فرض مشروطيات سياسيه كما يحدث من الدول الكبرى او من المؤسسات الماليه الدوليه. التعاون مع هذه الدول يحتاج الى شبكة من التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمار، بحيث تكون العلاقات قائمة على أسس مادية موضوعية بتؤدي إلى مصلحة مشتركة، كل طرف بيهمه أن هذه المصلحة تنمو لأن فيها فايدة للطرفين. فهنا زي ما أشرت بالنسبة لأذربيجان في التجارة مشكلة النقل، هناك مشروع كان تم بحثه في منطقة الخليج في العام الماضي، وأنه هو إنشاء خط سكة حديد يربط دول اسيا الوسطى بمنطقه الخليج. لو حدث هذا ده هيكون طفره كبيره هتؤدي الى سهوله التجاره مع هذه الدول. بالنسبه للاستثمارات، يعني هل ايه ما هي المشروعات التي نستطيع ان نقدمها لاذربيجان اثناء زياره الرئيس الحاليه وزياره الرئيس السيسي السابقه العام الماضي للاستثمار في هذه المجالات؟ لان هذه المشروعات ايضا بتكون عبارة عن نقل خبرة ورأس مال وتبادل مصالح مشتركة، المستثمر بيحقق فايدة واحنا بنحقق تنمية وعمالة وقيمة مضافة. نعم أشكرك جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.